بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في الجزء الثاني من المحاضرة رقم 7 في مادة الفود مايكرو بيولوجي، واللي عنوانها المحاضرة مايكوتوكسينز السموم الفطرية. كنا نتكلم على أنواع السموم الفطرية، أخذنا أول واحد الأفلاتوكسينز، والآن نجي نتكلم عن السم الثاني اللي هو الأوكراتوكسين، أي اللي اختصاراً OTA. أوكراتوكسين أي المولكلر ويت يبلغ ماله 483 بالعشرة، قلنا دائماً المولكلر ويت مال السموم الفطرية قليل قياساً بالبكتيريا لأنها جزيئات صغيرة. هي أوكراتوكسين أي is the second most important mycotoxin produced by the fungi Aspergillus ochreatus و Penicillium viriocosium. إذن هذا ينتج من قبل نوعين من أنواع العفن أو الفطر، واحد Aspergillus واحد Penicillium، والاسم العلمي كامل ماله. هذا هو يعتبر ثاني أشهر أو أكثر السموم الفطرية شيوعاً. Isolates of Aspergillus niger and Aspergillus carbonarius are capable of producing ochratoxin A. هاي يعني البحوث وجدت أن هذول الفطرين، لكن إحنا نبقى أيضاً الفوق هم الرئيسيين، وذولا أيضاً هم ينتجون. Generally, بصورة عامة، الأوكراتوكسين A appears during storage of fresh products. عموما هذا السم يلاحظ دائما أو أغلب الأحيان يلاحظ عندما تخزن بعض المحاصيل الطازجة في المخازن. مثال هاي المحاصيل اللي تخزن محاصيل الحبوب، الحنطة، الشعير، الذرة والرز وغيرها، والكوفي والكاكاو والدراي فروتس والسبايسز. إذني من تحفظ بالمخزن يمكن أن تصاب بالOTA. And occasionally in the field on grapes. وحالات بعض الحالات اللي تحصل أنه هذا الOTA يصيب العنب الأعناب وهي في الحقل. It may also be present in some of the internal organs. Particularly blood and kidney of animals that have been fed on contaminated feed. هذا السم يكون موجود في الأجهزة الداخلية للحيوانات اللي تتغذى على أعلاف بها تلوث بالفطر المسبب لهذه السموم، وبالذات يكون في جهاز الدم، دوران الدم، وفي الكلني. أهمية هذا السم أوكراتوكسين A is a nephrotoxic، يعني هو يأثر على الكلية، سام للكلية، وهيباتوتوكسيك نعرف أنه هذا اللي يسوي التهاب الكبد وهذا، and teratogenic اللي هي مشوهة للخلق، يسوي تشويهات الخلق. Exposure to low concentrations of this toxin، التعرض إلى جرعة ولو قليلة من هذه السم راح شي يسوي؟ Causes morphological and functional changes in kidney and liver of several domestic and experimental animals. بالتجارب أثبت أن التعرض حتى ولو كان إلى تراكيز قليلة من هذه السموم يمكن أن يسوي تشوهات شكلية وفي وظائف الكدني والليفر للحيوانات اللي تتناول أغذية ملوثة بهذه الأعفان. نجي على الفطر السم الثالث اللي هو أو مجموعة سموم يسموها فيوزيرو توكسينز، من اسمها ينتجها الفطر فيوزيريوم.
Physiotoxins, fungi belonging to genus Fusarium, are associated with the production of toxic substances of considerable concern to livestock and poultry producers, called Fusarotoxin. إذن الفطريات التابعة لهذا الجنس من العفن هي لها علاقة أو مسؤولة عن إنتاج مواد سمية ذات أهمية للمراعي وكذلك للدواجن وتنتج سموم تعرف بالفيوزيروتوكسينز. They include mainly اللي هي شنو هاي السموم أنواعها ديوكسي فالينوليو سوري ديوكسي فالينول هذا نوع سم والتيتوكسين سم آخر تابع للفيوزيرو توكسينز والزيرالينون كذلك والاتش تي 2 توكسين والداي اسيتوكسي سكربنول اللي هو دي اس اي ذني انواع بعض انواع السموم المرتبطه بهذا النوع من التسمم. زيرالينون راح نشرحها لانه اكثر شيوعا will be discussed below. الزيرالينون اللي هو ايضا يعرف رال and F2 mycotoxin is a potent يعني شديد استروجينيك ميتابولايت produced by some species of fusarium. هذا السم يعتبر سم قوي مؤثر جدا وينتج من قبل الفيوزيريوم بأنواع الآتية: فيوزيريوم جرامينيريوم وفيوزيريوم كول موريوم وفيوزيريوم سيرياليس. لو نشوف الاسم جرامينيريوم هي من معناه من الحبوب والسيرياليس أيضا من الحبوب إذن هو يعني ينمو الحبوب الفطر هذا وينتج and gabriella species وكذلك مو فقط فيوزيريوم وجابريلا species بس ما حددنا السبيسز بس حددنا من الفيوزيريوم. إذن أنتم مسؤولين عن الاسم العلمي في الفيوزيريوم واسم الجنس فقط في الجابريلا. أوكي زيرالينون is heat stable toxin and is found in a number of cereal crops. هو عبارة عن سم مقاوم للحرارة وموجود في العديد من محاصيل الحبوب كالذرة الصفراء والشعير والشيلم والحنطة والرز. زيرانينون كوزيس شي يسوي هذا شنو التأثيرات المزينة السلبية على الإنسان infertility العقم والأبورشن اللي هو الجهاض والأذر جينيتيك بروبلمز. نجي على السم الرابع الترنيريا توكسينز. إذا من ينتج الترنيريا؟ الترنيريا اسمه سهل هذا الاسم العلمي الترنيريا الترناناتا يعني متشابه ويا اسم النوع جنس هذا النوع هذا اسم الجنس هذا اسم النوع. إذا الترنيريا توكسين من ينتج؟ ينتج الفطر أو العفن الترنيريا الترناتا. ما هو الانترنيريا ما هي الانترنيريا توكسينز؟ They are mycotoxins produced by species of the mold. قلنا الترنيريا راح نشوف جوا بعض أشكال المولد اللي هي تختلف من وحدة إلى أخرى وراح أراويكم هنا الانترنيريا شكله اللي هو سبوراته تكون كبيرة هذا الترنيريا هذا هو سبورات الانترنيريا تشبه الكمثرى هذا فطر الانترنيريا وراح نرجع أيضا من نخلصها من نرجع على هذا الشكل نجي عليها مرة ثانية نوضحها لكم. أوكي نكمل على الأترنيريا توكسين. They يعني الأترنيريا توكسينز commonly occur before and after harvest stages of fruits and vegetables. إذن معناه هذه السموم تحصل قبل وبعد حصاد العديد من الفواكه والخضروات. The mold is usually contaminant cereal. العفن راح يلوث الحبوب. Cereals قلنا محاصيل الحبوب.
حنطة الشعير وغيرها، وكذلك يلوث السنفلاور سيد بذور عبات الشمس أو بذور الشمس، والأوليفز والزيتون والفروتس أيضا يلوثها. Some alternate species are producing toxic secondary metabolites. قسم من أنواع الألترنيرة تنتج أيضا مواد سمية أخرى تعتبر secondary metabolites. Some of which are powerful mycotoxin. قسم منها مايكوتوكسينات قوية that have involved in the development of mammals cancer. قد لها تكون لها علاقة بإحداث سرطانات في الثدييات. نجي على السم الآخر رقم 5 اللي هو الإرغوتس توكسين. الإرغوت توكسين هو ينتج بالعفن كلافسيبس بيربوريا. هذا طبعا العفن، هذا السم يعتبر أقدم سم عرف بالتاريخ. أوكي، السم شو اسمه؟ إرغوت. من ينتجه؟ العفن كلافسيبس بيربوريا. الإرغوت is the first mycotoxin recognized، طبعا مو mycotoxins، mycotoxin recognized as affecting a human being. أول سم يؤثر في صحة الإنسان. Many Russians died during World War II from eating moldy grains. العديد من الروس، جنود الروس، توفوا جراء تناولهم حبوب ملوثة بهذا السم. نجي على مصطلح اسمه سكليروشيا. سكليروشيا هو شنو؟ هو العفن اللي يتحول إلى جسم متحجر صخري، جسم متحجر قوي صخري لا تؤثر به كافة العوامل، لا الحرارة ولا البرودة ولا الإشعاع ولا المواد الكيميائية. إذن شنو هو السكليروشيا؟ هو صيغة من صيغ العفان تتصلب وتكون جدا قوية وما تتأثر بالعوامل الأخرى. فنجي نقول السكليروشيا of species being belong sorry to genus clavis. هذا الجنس ينتج سكليروشيا، يعني مو كل العفان تنتج أجسام صخرية، هذا الكلابسيبس ينتج أجسام صخرية اللي هي عبارة عن يعني إرغوت سموم قاعدية. أوكي، شنو هو هذا جماعها سكليروشيا؟ المفرد سكليروشيوم. شنو هي تعريفها؟ is a dark colored، إذن هي لونها غامق، hard صلبة، مايسيليوم خيوط صلبة تتصلب، كتلة خيوط ماس صلبة that establish itself تثبت نفسها on the seed في الحبة or kernel of the plant. أما حبوب المحاصيل الحقلية كالحنطة والشعير وغيرها أو في نباتات أخرى، إذن هي عبارة عن أجسام متصلبة. Ergot reduces the yield because seeds or kernels are replaced by sclerotia. هذا سم الإرغوت راح يأثر على الناتج، ناتج هاي المحاصيل. لويش؟ لأن هذا من يتصلب البذور بعد راح يحل مكان المحتوى البذور من المواد اللي هي يستفاد منها الإنسان. Ergot caused ergotism. شو اسم المرض اللي يسبب الإرغوت؟ إرغوتيزم يسموه. شنو هو تعريف؟ أقول لك define إرغوتيزم، تقول لي a disease caused severe liver damage، يسبب لنا تلف شديد بالكبد، وأيضا hemorrhaging يعني نزف and some fatalities اللي هي يعني تؤدي إلى الوفيات in humans and other mammals who consume grains contaminated with its fruiting structure. Ergot sclerotism. Sclerotium. إذن معناها من يتناول الإنسان الحبوب الملوثة بالسكليروشيا راح تصير بهذه اللي ذكرناها الأعراض. الإرغوت alkaloids السموم الإرغوت القاعدية are also produced as secondary metabolites by fungal species belong to. أيضا تنتج مو فقط من الكليفزيبس بربوريا، تنتج أيضا من قبل بنسيليوم والأسبرجيلس والرايزوبوس. نجي على
الآن السم الرقم 6 اللي هو الباتولين أو يسموه باتشولين، ينتج بالبنسيليوم اكسبانسوم، مولكيولار ويت مالته 145 وعشر. Despite that, patulin is most commonly found in rooting apple. على الرغم من أنه موجود هو في جذور التفاح، it is also in other found in other foods such as grains الحبوب والفواكه والخضروات. الدراسات studies have shown that patulin is genotoxic, which may lead to cancer. إذن هو يؤثر على يعني سم جيني ويؤثر قد يؤدي إلى حدوث السرطان. It has antimicrobial properties or against some microorganisms and it is heat stable. هو أيضا ثابت بالحرارة وإلى تأثيرات على بعض الأحياء المجهرية. So it is not destroyed by pasteurization. من مدام هو heat stable إذن ما يتأثر بالباستره أو بالمعاء أو بالدنترة الحرارية. Is mainly associated. It is mainly. طبعا هاي هنا لازم نحط هنا it is mainly. حط هنا it is. راح اكتبها. It is mainly. It is mainly associated with service injured fruits. دائما يلوث الفواكه اللي مختوشة. And become an important to apple processor. أصبح وأنه أصبح مدات قلق لمصنعي التفاح حتى يراقبون، لازم يراقبون monitoring the quality of apple juice and consider حتى ما تكون ملوثة بالفطر المسبب لهذا السموم. The presence of high amounts of patulin indicates that moldy apples were used in the production of the juice. إذا لقينا هذه السموم معناها إحنا التفاح المستخدم في صناعة العصير والمركزات هو كان ملوث أساساً بسموم الباتشولينز. Patulins in Europe and in New Zealand is regarded as the most dangerous mycotoxin in fruits. يعني هذا السم في نيوزيلندا وأوروبا يعتبر هو مدعاة للقلق وأكثر واحد عندهم أشهر واحد especially في صناعة أو منتجات التفاح والبيرز وذير برودكت ونواتجهم. نجي على الآن نوقف إلى هنا ونكمل بعدين في المحاضرة الثالثة. الجزء الثالث هو من هاي المحاضرة وهو الجزء الأخير. وشكراً.